كعادتهم في كل يوم اثنين من كل أسبوع يعتصم أهالي الأسرى في مقر لجنة الصليب الأحمر ويدعو الأهالي المؤسسات الحقوقية والدولية للعمل من أجل إيقاف ممارسات الاحتلال بحق أبنائهم لا سيما التعذيب. إحنا بنوجه رسالة للعالم كله ولجميع المؤسسات الدولية والحقوقية إنهم يبعثوا بعثة طبية داخل سجون الاحتلال تكشف على أسرانا داخل سجون الاحتلال، وإنه أسرانا يعذبوا ويلاقوا التعذيب فظيع جدا داخل مراكز التعذيب. يجب على الجميع أن يقف عند مسؤولياته تجاه قضية أسرانا داخل سجون الاحتلال. المجندة اقتادتني إلى غرفة جانبية. أما هنا فيحاول برنامج غزة للصحة النفسية تسليط الضوء على التبعات النفسية للتعذيب من قبل السجان الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين. الحديث عن النتائج النفسية لهذه الممارسات، في دراسات سابقة عدها برنامج غزة للصحة النفسية، من حيث الاضطرابات النفسية فإن هناك ثلاث اضطرابات رئيسية يتم الحديث عنها. الأول اضطراب كرما بعد الصدمة، والثاني اضطراب الاكتئاب، والثالث الاضطرابات جسدية الشكل. إلا أن هناك جانب آخر مهم جدا والذي حاولنا أن نشير إليه من خلال العمل المسرحي، وهو حديث النفس أو الآثار النفسية التي لا تصل إلى درجة المرض النفسية. وقد سجلت المؤسسات الصحية في فلسطين آلاف الحالات المرضية التي كان سببها التعذيب داخل السجون. كثير ما يعانيه الأسير الفلسطيني داخل السجون الإسرائيلية لتتحول هذه المعاناة فيما بعد إلى مشاكل نفسية يمكن أن تلازمه بعد تحرره. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.